15 معياراً انتقالياً للاستفادة من الإشهار العمومي حددته المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، وهي امتلاك سجل تجاري، الحصول على اعتماد من وزارة الاتصال، شهادات رقم التعريف الإحصائي أو رقم التعريف الجبائي، الوضعية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السحب، إجبارية تحديد عدد نسخ سحب اليوم السابق، طبيعة الجريدة إن كانت محلية، جهوية أو وطنية، إنشاء الجرائد حيث يمنع على شخص معنوي واحد أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من نشرية واحدة، متابعة مدير النشر بخصوص الفساد يمكن أن ينجر عنها إيقاف الإشهار، إعارة الاسم، المادة 16 من قانون الإعلام 0512 تنص على الاعتماد غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال. المادة 31 تمنع إعارة الاسم، ملكية الاعتماد تعتبر شخصية وفردية. المادة 23 أن يتوفر في مسؤول التحرير الشروط الآتية: الجرائد اليومية والأسبوعية، أن يكون مدير النشر يتوفر على 10 سنوات أقدمية، النشريات الدورية أن يكون لمدير النشر 5 سنوات أقدمية. القذف وفق ما ورد في المادة 23 من قانون الإعلام ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالسلوك. نسبة الإشهار الممنوح للنشرية لا يمكن أن تتجاوز الثلث من عدد الصفحات. احترام أخلاقيات المهنة يعتبر مرجعياً خلال منح الإشهار. إشهار الحسابات الاجتماعية السنوية والمصادقة عليها في الجريدتين باللغتين العربية والفرنسية لا يجب أن تكون نشرية لحزب أو أي منظمة حزبية أو جمعوية.